أعلن رئيس مجلس النواب الليبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح حالة النفير العام في جميع أنحاء البلاد رداً على التهديدات التركية باستهداف القوات الليبية. يشار إلى أن وزارة الخارجية التركية قالت إن قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت 6 من مواطنيها مهددة بتدخل عسكري تركي في حال عدم الإفراج عنهم.